يعني السمك هسه تصيده منها تاخذه تبيعها يقول لك هذا بريحه مال النفط بسبب المجاري. ماي ماكو. يمخر كرار بزورقه مياه النهر متحسرا على ايام خوالي كان يعود بها بشيء من الصيد تناله يداه، لكنها ايام طوال مرت عليه وهو يرجع بشباك خاليه، فكرم النهر للصيادين بات من الذكرى. كان الرزق خير من الله، يعني بنسبة الماي هواية كان عندنا ماي، نحصل 150 و200، يعني هاي نلعب لعب احنا مطلعين مصرفنا. هسه مياه انقرض الماي عندنا انقرض، ثاني شغلة المجاري، ويعني صار تقشف بالماي بلامنا تكسرت، يعني بعد شغل ماك واحنا عايشين على الله وعشر. هسه لا اخذك منا لبس خير ومنا للسدة ما تتشفن، يعني 1000 صياد قليل، كل هالوادي عايش وين على الشط. كل ما يرتبط بصيد الأسماك تأثر، فهنا كانت عشرات المحال التي يغزل أصحابها شباك الصيد لكثرة الطلب عليها، بقي الآن محل وحيد، رغم ذلك بارت شباكه. بالأول وين والساوين عمي فارق هواية شنو؟ كان 60 تكان هنا سابقا تكان واحد. وصلنا كنا خير من الله، يعني كميات هائلة، يعني لكن نصنع سلية فد 500 هسه يعني 100. يحاصر النهر الجفاف والتلوث وينعكس ذلك على مجمل الحياة، فيتأثر الإنسان والحيوان والنبات. آلاف الصيادين تغيرت حياتهم بعد أن فقدوا عملهم وانضموا إلى طابور طويل من العاطلين، فهذا التراجع الكبير في صيد الأسماك لم تصله المحافظة منذ عقود. من وسط نهر الكوفة في النجف، غيث قاسم، الشرقية نيوز.